السلام عليكم جميعا. اليوم في عنا درس سريع وسهل بيحكي عن الإرجاع أو الإسناد الجغرافي. طبعا الإرجاع الجغرافي مهم جدا لكل مهتم في نظم المعلومات الجغرافية الـ GIS، تحديدا في برامج الـ ArcGIS. عندنا الإرجاع الجغرافي Georeferencing، عند الحديث عنه يتم ربط هذا المصطلح في خريطة بكافة أنواع الخرائط، بالإضافة إلى مخرجات الاستشعار عن بعد اللي هي الصور الجوية والفضائية وغيرها من المرئيات. كلمة جغرافي أو جغرافيا بتدل على الموقع، والإرجاع يعني تصحيح الموقع الجغرافي للخريطة لتصبح هذه الخريطة معرفة جغرافية. وأيضا علم نظم المعلومات الجغرافية يتميز عن باقي العلوم المعلومات بالموقع الجغرافي، يعني يجب ربط أي معلومة جغرافية بيهتم فيها علم نظم المعلومات الجغرافية بالموقع. طبعا الموقع الجغرافي في عنا بتميز بين نوعين من الإحداثيات، في عنا المسقطة والجغرافية. لمعرفة الإحداثيات المسقطة والجغرافية والفرق بيناتهم وكيف بتم استخدامهم، بإمكانكم الاطلاع على هذا المقال. نضغط هنا بنكون على مقال جديد بيحكي عن الفرق بين أنظمة الإحداثيات الجغرافية والمسقطة. نرجع على المقال. طبعا قبل التطبيق العملي على برنامج الارك ماب، رابط هذا المقال المفتوح قدامكم موجود في وصف هذا الفيديو. نرجع على الشرح. اذا اي خريطة موجودة عندنا بتم عمل مسح ضوئي لها وحفظها على جهاز الحاسوب، يعني حوسبة، من حوسب هاي الخريطة. بعدها يتم معالجة هذه الخريطة من خلال برامج نظم المعلومات الجغرافية لتصبح احداثياتها مترية مثلا. وهنا يمكن اجراء جميع انواع القياس على الخريطة المعالجة جغرافيا. يعني أنا لما أصحح هذه الخريطة وأضيفها على أي برنامج من برنامج نظم المعلومات الجغرافية تصبح قياساتها حقيقية، يعني أنا بقدر أقيس أي معلم موجود داخل هاي الخريطة فتصبح أقرب إلى الواقع. كذلك يمكننا إضافة أي صورة جوية أو تجميع عدد من المرئيات الجوية أو الفضائية ثم عمل معالجة جغرافية على هذه الصور للتصحيح الجغرافي. يوجد نقطة مهمة جدا بتخص الخرائط الورقية. تعتمد عملية الإرجاع الجغرافي على طبيعة هذه الخرائط من حيث الجودة. بعد ما نعمل أي خريطة مسح ضوئي يمكن أن تتعرض هذه الخريطة إلى خلل يؤدي إلى تشوه هذه الخريطة أو تعرضها في بعض الأحيان إلى التلف قبل المسح الضوئي. في هذه الحالة بيصير عندنا زيادة في نسبة الخطأ في عملية الإرجاع الجغرافي. يعني مثلا إذا على الواقع المسافة بين نقطتين متر، ممكن بعد العملية إذا كان فيها مشكلة هاي الخريطة بتكون القياس مش متر، أقل من متر أو أكثر بشوي. طبعا أفضل وأشهر البرامج التي تدعم نظم المعلومات الجغرافية في الإرجاع الجغرافي عندنا برنامج الـ ArcGIS Pro، وعندنا برامج الـ ArcGIS، وفي الـ QGIS والـ Global Mapper والـ ArcGIS. طبعا أفضل هذه البرامج هو الـ Global Mapper لأنه مخصص في التعامل في البيانات النقطية الصور. يعني ننتقل إلى الشرح العملي. نفتح مشروع ارك ماب. طبعا عند فتح مشروع الارك ماب أول خطوة بنكون فيها تعريف نظام الإحداثيات. طبعا أنا بدي أقوم بتصحيح خريطة نظام إحداثياتها بالستاين جريد. بختار النظام الإحداثيات ثم أبلاي أوكي. بعدها بنضيف الخريطة. عندنا هاي الخريطة، هات نفتحها قبل ما نصححها جغرافيا. هذه الخريطة في عنا شبكة الإحداثيات الـ X والـ Y، من خلالهم بتم تصحيح هاي الخريطة. يعني أي خريطة ورقية من خلال شبكة الإحداثيات الموجود فيها بنقوم بتصحيحها، أو من خلال نقاط التحكم الـ Control Point إذا موجودة عنا. لكن في هذا الفيديو سيتم تصحيح الخريطة بناء على الإحداثيات. إذا نقوم بإضافة الخريطة إلى الـ Arc Map. طبعا هاي الخريطة غير مصححة جغرافيا، بنقوم بإضافة شريط الخاص بالجيو ريفرنسينج. طبعا أنا موجود عندي، إذا مش موجود عند أي شخص بنضغط رايت كليك بأي مكان فاضي وبنختار الجيو ريفرنسينج. إن هذا الشريط الخاص بالإرجاع الجغرافي. طبعا إذا موجود عندنا أكثر من خريطة بنختار الخريطة اللي بدنا نصححها. بعدها بنروح على هذا الأمر اللي هو Add Control Point، بنضيف أربع نقاط على الأقل. نعمل زوم على أول نقطة، نضغط في وسط هذا الجريد، نعمل زوم أوت
بعديها رايت كليك نحكي له انبوت اكس اند واي. طبعا الاكس 1 6 8 4 0 والواي 1 5 0 400. بعدها بنعمل زوم تو لاير لهاي الطبقة الخريطة يعني، ونختار نقطة ثانية. نرجع بزوم اوت ورايت كليك وبنكتب الاحداثيات الاكس والواي. بعدها زوم تو لاير ونعمل زوم اخر لنختار النقطة الثالثة. بنفس الطريقة رايت كليك وانبوت اكس واي 169 400 149 200. عندنا اخر نقطة رايت كليك انبوت اكس اند واي وندخل الاحداثيات. نعمل زوم تو لاير، في عنا في نفس الشريط موجود عنا جدول ببيننا جميع النقاط تم وضعهم مع ذكر نسبة الخطأ. طبعا في عنا هون نسبة اللي هي 2 سم نسبة الخطأ. نقدر احنا نعدل عن النقاط الاكس والواي. طبعا السورس ما بزبط نعدله، لكن عنا موجود عنا هون الاكس ماب والواي ماب بنقدر نعدل في حال اردنا التعديل. بنقدر ايضا نحذف اي نقطة من خلال تضليلها ثم اكس. يمكن استيراد ملف فيه جميع النقاط، وبنقدر نصدر هذا الملف على جهاز الحاسوب. بعد الانتهاء من اخذ 4 نقاط تحكم رئيسية في الارجاع الجغرافي لهذه الخريطة، بنقدر احنا نتحقق من صحة الشغل اللي احنا عملناه. مثلا لو عملنا زوم عندنا المسافة من هاي النقطة لهاي النقطة 60 متر. من أداة القياس نختار نقطة من هون ونشوف قديش المسافة صارت عنا. هاي المسافة 60 متر. طبعا زي ما حكينا في عنا نسبة الخطأ واردة في التصحيح الجغرافي. بعد ما قمنا في وضع 4 نقاط تحكم لتصحيح هذه الخارطة، بدنا نقوم بتصدير هاي الخريطة بصيغة جديدة مصححة جغرافيا. بنروح على شريط الجيوريفرنسنج، بعدها على الريكتيفاي. طبعا اهم اشي نختار خيار طبقة الراستر انها تكون ديسكريت او كونتينيوس، يعني متصلة او متقطعة. طبعا الافضل في الخريطة انها تكون متقطعة لزيادة الدقة في المخرج. طبعا الاسم نختار اسم جديد نسميه تيست. نوع ضغط البيانات طبعا افضل نوع اللي هو النوع الثاني LZ77. بعدها نضغط على سيف. بعد ما عملنا حفظ بنروح على قاعدة البيانات اللي تم حفظ الصورة المخرجية وبنعمل تحديث. بظهر عنا الخريطة اللي تم ارجاعها جغرافيا. طبعا هاي الخريطة احنا بنقدر نعملها ابديت بعدها ريموف ونضيف الخريطة الجديدة المرجعة جغرافيا. طبعا احداثياتها صحيحة حسب المدخلات. وهيك احنا خلصنا الارجاع الجغرافي لصورة ورقية. نعمل ريموف لهاي الخريطة وبدنا نقوم بتصحيح صورة جوية من برنامج جوجل ايرث. نقوم بفتح هذا البرنامج جوجل ايرث ونروح على اي منطقة احنا بدنا اياها. نختار اي منطقة عشوائية او منطقة هدف مطلوبة او منطقة الدراسة يعني. مثلا هاي المنطقة بدنا نختار هاي المنطقة. موجود عندنا اوامر هون، بنروح على الامر الخاص بالسيف ايمج. طبعا اول خيار احنا بنقدر نضيف عناصر او نلغي عناصر معينة، مثلا الوصف والمفتاح الخريطة والمقياس. بنقدر احنا نلغي جميع هذول العناصر لان احنا بس مطلوب منا منطقة الدراسة هاي نقوم بتصديرها كصورة جي بي جي. بعدها بنعمل سيف ايمج، نختار مكان الحفظ
ونسمي هاي الصورة Study Area، نعمل سيف. بعدها ننتقل على برنامج الارك ماب ونعمل تحديث على منطقة الحفظ عشان تظهر عندنا الصور الجديدة موجود عندنا هاي باسم Study Area، بنضيفها على الارك ماب. طبعا غير مرجع جغرافيا هاي الصورة الجوية، بنقوم بإضافة الكنترول بوينت او اي طبقة، بنقوم تصحيح الصورة الجوية على هاي الطبقة. مثلا احنا بنقدر نختار مجموعة نقاط ونقوم بعمل ارجاع جغرافي، او مثلا في عندنا طبقة من نوع خط شوارع، نعمل زوم تو لاير لهاي الطبقة بعد ما ضفناها، نعمل ترميز لهاي الشوارع، نعمل لون اخضر. من شريط الادوات الجيو ريفرنسنج بنختار الخيار الفيت تو سبلاي عشان تظهر عندنا الصورة الجوية في هذا الاكستنت المفتوح قدامنا. بعدها بنقوم بتصحيح المكان الخاطئ ونجعله مكان صحيح، بنروح على اي مكان خطأ في الصورة الجوية، بنعمل زوم. عندنا اول مفرق تقاطع للشوارع في هاي المنطقة، بنختار النقطة رقم 1، بنختار مكانها الصحيح، بنروح على النقطة رقم 2 موجودة عندنا في هاي المنطقة، بنصححها، نعمل زوم تو لاير. ثم على المنطقة او النقطة رقم 3 واخر نقطة موجودة عندنا. هيك احنا قمنا بتصحيح صورة جوية باستخدام طبقة خطية. بعد ما قمنا بتصحيح هذه الصورة الجوية نختار ريكتيفاي، بنقوم بتصدير صورة جديدة معرفة جغرافيا، نختار هذا الاسم Study Area ومكان الحفظ، نختار قاعدة البيانات الجغرافية وبنعملها Add ومن ثم حفظ. بعد الانتهاء من تصدير الصورة الجوية بإحداثياتها الحقيقية، نقوم بإلغاء الصورة الأولى، نعملها ريموف، ونضيف الصورة الجديدة، نعمل تحديث، بظهر عنا الصورة الجديدة Study Area. طبعا احنا شو بنستفيد من هاي الصورة الجوية بعد تصحيحها؟ نقدر احنا من خلال بحث علمي او دراسة في منطقة معينة نجيب الصورة الجوية، وبعد ما نصححها نقوم برسم معالم هاي الصورة الجوية. مثلا نقدر احنا نرسم منطقة الدراسة، نسمي اسم الطبقة البوليجون ستادي، بعدها نعمل نيكست، نختار نظام الاحداثيات، بعدها فينيش، نعمل ستارت اديت، ونقوم برسم منطقة الدراسة. نعمل ترميز لهاي طبقة الـ Study Area. بعد ما رسمنا منطقة الدراسة مثلا، احنا بنقوم بانشاء طبقة جديدة اسمها Building على سبيل المثال، ونقوم برسم المباني الموجودة عندنا. هيك احنا استفدنا من الارجاع الجغرافي في عملية الرقمنة Digitizing لانشاء قواعد البيانات. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، بتمنى من الجميع اخذ فكرة كيف يعمل ارجاع جغرافي لأي خريطة ولأي صورة جوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.